السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. نحن في هذه الليلة، ليلة 21 من شهر محرم سنة 38 و400 بعد الألف الموافق 22، ليلة 22 من شهر أكتوبر سنة 16 بعد 2000. نحن في ليلة السبت كما هي العادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. ونحن كذلك في هذه الليلة نبدأ تقريبا بالنصف الثاني من سورة البقرة، نكون قد أتممنا النصف الأول من هذه السورة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. فهذه سورة مباركة أتممنا النصف الأول والذي كان جله في الكلام عن أصول الديانة وعن أحوال أو بعض أحوال بني إسرائيل. والآن نبدأ بالنصف الثاني من هذه السورة المباركة، ويبدأ الكلام في التشريع والأحكام. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جعلنا الله وإياكم منهم. في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الآية قال بعض أهل العلم إنها توطئة لتغيير القبلة، وقد مرت بنا آيات القبلة، ولكن المعلوم أن القرآن ترتيبه ليس على أسباب النزول، فأسباب النزول شيء وترتيب القرآن على شيء آخر. وهذه الآية قالوا توطئة لتغيير القبلة، وذلك أن الخلاف كان شديدا بين اليهود والنصارى على القبلة، هؤلاء يقولون مشرق وهؤلاء يقولون مغرب. فقال الله تبارك وتعالى: ليس هذا هو البر، مشرق أو مغرب. الله جل وعلا يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. البر ليس بالمشرق والمغرب، الجهات لا وزن لها، ولكن الوزن كل الوزن في طاعة الله تبارك وتعالى، حيث وجهكم إلى المشرق أو وجهكم إلى المغرب، ففي طاعة الله البر وليس في المشرق أو المغرب ذاته، ولكن في الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر الحقيقي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ما سيأتي، هذا هو البر. وقضية المشرق والمغرب ليس في ذاتها، وإنما في طاعة الله عندما يقول لكم اتجهوا إلى المشرق أو اتجهوا إلى المغرب، هذا هو البر، طاعة الله هو البر. فقول الله تبارك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والأصل في ليس أنها من أسماء أخوات كان، والأصل أن البر تكون مرفوعة ليس البر، ولكن نجد الآية ليس البر بالفتح. وهذه فيها قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم: القراءة الأولى ليس البر، والقراءة الثانية ليس البر. فقرأ النبي يوما ليس البر، وقرأ أيضا ليس البر، والقراءتان سبعيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قراءة الضم مسألة واضحة جدا، اسم ليس البر
أن تولوا وجوهكم، أن تولوا وجوهكم خبر ليس، واضحة جدا. أما على قراءة الفتح ليس البر، فيكون البر خبر مقدم، فتكون ليس البر الذي هو الخبر، أن تولوا وجوهكم هي الاسم مؤخر، اسم ليس مؤخر. فقراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبر كلمة جامعة للخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ويطلق البر على معنى خاص وهو بر الوالدين، ويطلق البر على أعمال الخير كلها فكلها من البر، كما في هذه الآية. فهناك بر خاص وهو بر الوالدين، وهناك البر العام وهو ما ذكر في هذه الآية وما يتبعها من أعمال الخير، كلها من البر. ومن أسماء الله جل وعلا البر، إنا كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. فالبر اسم من أسماء الله جل وعلا. جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا أي تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، أيضا فيها قراءتان سبعيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البر، لكن البر أيضا. وإذا كانت لكن البر فهي على وجهها اسم لكن، وهي من أخوات إن تنصب الاسم، وعلى الرفع ولكن البر فعلى أن لكن غير عاملة، يعني ما عطل عملها لا تعمل، وتصير البر مبتدأ. هنا يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. هنا في تقدير أو تنبيه. على التقدير عندما يقول لكن البر من آمن، فكيف يكون لكن البر ثم يقول من آمن؟ والبر شيء معنوي، ثم يتكلم عن شيء حسي، من آمن، الشخص الذي آمن. يقول هنا تقدير محذوف: ولكن البر بر من آمن، ولكن البر بر من آمن، فهنا بتقدير محذوف. أو ولكن ذا البر من آمن بالله وملائكته. إذن بتقدير محذوف، إما ذا البر وإما البر بر من آمن بالله. وعلى المعنى الثالث بدون تقدير محذوف: ولكن البر من آمن، فسمى الرجل بالوصف، كأن تقول مثلا: العدل عمر، الشجاعة علي، الشعر زهير، الكرم حاتم. فكأن الكرم أو الشعر أو الحياء أو ما شاء تمثل به. تقول: الصدق محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون متمثلا به. فهنا يكون ولكن البر أي وصف الرجل، وصف بالبر على سبيل المبالغة في تلبسه بهذا الأمر، كما تقول: السخاء فلان، الكرم فلان، العدل فلان، الصدق فلان، وإذا نقول الكذب فلان على سبيل المبالغة. المهم ليس يعني بالضرورة أن يكون على سبيل المدح، ولكن المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء. إذن تكون يكون المعنى لكن البر أي لكن ذا البر، أو لكن البر بر، أو لكن البر هو وصف للشخص الذي اتسم بهذا الأمر. قال: ولكن البر أي الحقيقي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه كلها أمور غيبية، أمور غيبية. والله تبارك وتعالى مدح المؤمنين في أول السورة فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذه هنا أمور غيبية، إيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين، كلها أمور غيبية. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما اشتمله اليوم الآخر، ويدخل فيه نعيم القبر وعذاب القبر، هو أول اليوم الآخر. ثم بعد ذلك ما يكون في اليوم الآخر من تناثر الكتب ومن الصراط والقنطرة والحوض والجنة والنار، كل هذه داخلة في الإيمان في اليوم الآخر، باليوم الآخر. والملائكة كذلك، الملائكة لم نرها وهي أجسام نورانية خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بها لأن الله أخبرنا عنها سبحانه وتعالى، والنبي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنؤمن بالملائكة سواء من ذكر باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل، أو من ذكر بوصفه كملك الموت وخازن الجنة ومن يحاسب في القبر، أو من ذكر بأعماله كالملائكة السياحين وكالكرام الحافظين والحفظة. طيب، كل هؤلاء نؤمن بهم ملائكة، من ذكر ومن لم يذكر يذكر. والكتاب جنس، أي كل كتاب، والكتب كثيرة. لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال 310، وكل رسول أوتي كتاب، ونحن ذكر لنا بعض الرسل وذكر لنا بعض الكتب، فنؤمن بما ذكر لنا من الكتب ونؤمن بما لم يذكر من الكتب. وكذلك النبيون لم نرهم، رأى المسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر الله جل عن يوسف وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وإبراهيم وداود وسليمان، نؤمن بهم جميعا. ونحن اليوم لم نرى محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله نجمعنا وإياكم معه ونؤمن به صلوات ربي وسلامه، فنؤمن بجميع النبيين. وكل هذه أمور غيبية، يقول الله تبارك البر الإيمان بهذه الأشياء، الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والنبيين. نعم. قال وآتى المال، طبعا والنبيين فيها قراءتان، والنبيين والنبيين من النبأ، والنبي على كل حال فيها قراءتان، النبي والنبي أي المنبئ بالخبر الذي يخبر، النبي والنبي والنبيون والنبيين حسب طبعا الإعراب، والنبيين. فالقصد أن النبيين فيها قراءتان، النبيين والنبيين من النبأ. قال وآتى المال على حبه، آتى أي أعطى، أعطى المال على حبه. الضمير قيل يعود على المال وهو المشهور وهو الأظهر، أي يحب المال وينفقه، ويطعمون الطعام على حبه أي على حب الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حبه للمال لم يمنعه من بذله. وآتى المال على حبه أي على حب المال، أو وآتى المال على حبه أي حب الإيتاء، يحب الإنفاق، يفرح إذا أنفق، يفرح إذا أعطى، على حبه أي حب الإنفاق. أو وآتى المال على حبه أي حبه لله سبحانه وتعالى. إذن الضمير في حبه إما أن يعود على الله أي في حبه لله، أو يعود إلى المال، حبه للمال وينفقه، أو حبه للإنفاق للإيتاء، العملية نفسها يحبها يفرح
إذا تصدق يفرح، بعض الناس إذا تصدق يحزن، هذا لا، يتصدق ويفرح بأنه أطاعته نفسه في أنه تصدق، يفرح بالصدقة. وآتى المال على حبه، والمال ليست النقود، وإنما المال كل ما يتمول. فممكن أعطي النقود، ممكن أعطي الغترة هذه، ممكن أعطي الماء، ممكن أعطي سيارة، ممكن أعطي بيتا. فالمال كل ما يتمول، كل ما يستفيد منه الناس وينتفعون به فهو من المال الذي أعطيهم إياه. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب. فقدم ذوي القربى على المساكين وعلى اليتامى وعلى ابن السبيل، قدم ذوي القربى. قال أهل العلم هم أحق، ذوي قرباك أحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى صدقة وصلة. فيحرص الإنسان إذا أراد أن يتصدق أن يتصدق على أقاربه، فهم أولى من غيرهم. على ذوي القربى صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم. ولما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله أتصدق على عبد الله؟ قال: صدقة وصلة، صدقتان تعتبر، الأجر يضاعف إذا تصدق الإنسان على ذوي قرباه، لأنها صدقة من حيث الصدقة وصلة رحم. ولذا قدمهم الله تبارك وتعالى، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى، طبعا المحتاجين من ذوي القربى. وذوي القربى أقرباؤك. وذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين أن من يلتقي معك في الاسم الرابع هؤلاء هم قرباك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فأولاد هاشم هم ذوي قربى، هم ذوي قربى من الأب ومن الأم. يعني اسمك الرابع من أبيك واسمك الرابع من أمك هو ذوي القربى، هؤلاء ذوي القربى. اسمك الرابع من أبيك واسمك الرابع من أمك، هؤلاء ذوي القربى، فهؤلاء أولى من غيرهم في الصدقة. وآتى المال على حبه ذوي القربى، أي القريبين. قال: واليتامى. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم، الذي مات أبوه قبل البلوغ هذا يقال له يتيم. ويقولون لا يتم بعد احتلام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، لا يتم بعد احتلام، يعني بعد البلوغ، وإنما اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ. وبعض أهل قال الذي ماتت أمه أيضا، أو أمه بدل أبيه، لكن المشهور عند أهل العلم الذي مات أبوه هذا هو اليتيم، الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. طيب هنا اليتيم، هل مقصود اليتيم الفقير المحتاج أو أي يتيم حتى لو كان غنيا؟ بعضهم قال أي يتيم، المهم أنه يتيم، لأن هذا فيه تطيب لقلبه. وبعضهم قال لا، اليتيم هنا هو اليتيم الفقير، يتيم ومحتاج. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه، هذا هو المسكين الذي لا يجد ما يكفيه. وابن السبيل والمسكين والفقير واحد، كل مسكين فقير وكل فقير مسكين. ولكن يقول أهل العلم إذا ذكر معا، ذكر الفقراء والمساكين كما في قول الله تبارك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا فهنا الفقراء أشد حاجة من المساكين. لكن إذا ذكر المسكين وحده فهو يشمل الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده يشمل المسكين. والفرق بين الفقير والمسكين كما يقول بعض أهل العلم أن المسكين يعني ليس عيبا أن يكون الإنسان مسكينا ولا يضيره أن يكون، لكن الفقر تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ولم يستعذ من المسكنة وإنما استعاذ من الفقر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، لو كان الفقر رجلا لقتلته، من كثر ما يعني الفقير يعني يشعر بالذل والحاجة
ضعف أمام الناس. قال وابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو ابن الطريق الذي يعني لازمه، يعني طول حياته مسافر. وبعضهم قال يدخل في هذا الضيف، الضيف ابن سبيل لأنه لا يجد إلا هذا المكان، وكذلك ابن السبيل منقطعة به السبل ودخل عليك، فهذا ابن سبيل ولو كان غنيا في بلده ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى ماله. الآن يمكن يختلف الوضع في بلادنا ولا في بلاد أخرى، لا يختلف الوضع. الآن عنده بطاقة السحب يسحب من رصيده ولو كان خارج بلده. في بعض البلاد لا ما فيها بطاقة سحب ولا فيها كذا، فلو كان غنيا في بلده فهو بلدك ابن سبيل إذا احتاج، فهذا داخل في هذه الآية. قال والسائلين، السائل نوعان، السائل بالقال والسائل بالحال. السائل بالقال الذي يقول لك أعطني، هذا سائل يسأل، والسؤال محرم، لا يجوز الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج، لا يجوز الإنسان يسأل إلا إذا احتاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني الحياء أسقطه كله والعياذ بالله. فلا يجوز الإنسان يسأل الناس، ولكن إذا احتاج جاز له ذلك. إذا احتاج، ولا فرق بين المسجد وغيره. بعض ما قالوا لا يجوز السؤال في المسجد، لا فرق بين المسجد وغيره، السؤال محرم على كل حال إلا عند الحاجة، وإذا جاءت الحاجة لم يفرق بين المسجد وغير المسجد. فلا فرق بين المسجد وغيره في الحاجة، إذا احتاج يسأل في المسجد أو خارج المسجد، وإذا لم يحتج لا يجوز له أن يسأل لا في المسجد ولا خارج المسجد. هذا السؤال القال بالقول، يقول أعطني، هذا سؤال القول. أما سؤال الحال فحاله ينبئ عن حاجته، نظرته، كلامه، لباسه، حاله، كأنه يسألك. ومنها قول الله تبارك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، سيماه يظهر أنه محتاج، إما ضعفه وإما عدم قدرته على الشراء وإما وإما وإما، أن تعرفهم بسيماهم. قال لا يسألون الناس إلحافا، إلحافا أي إلحاحا، لا يزعجون الناس بسؤالهم. ويذكرون من طرائف الأمور أن رجلا سأل رجلا مالا فلم يعطه، فسأله مرة ثالثة فلم يعطه، فسأله ثالثة فلم يعطه، فقال سبحان الله أين أنت من الذين قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافة. أنت تلحف في السؤال، يقول له فلا تلومني على عدم إعطائك. على كل حال فالسائلون هنا هم الذين يسألون حاجتهم، هذا يعطيه، بل قد يرى من حاله حاجته فيعطيه ولا يمنع ولا يعني يلجئه إلى السؤال، يعطيه دون أن يسأل، يعني عندما يسأل بحاله دون أن يسأل بقاله. قال والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب قال أهل العلم تشمل أربعة أحوال، تشمل اعتاق الرقاب، أي في اعتاق الرقاب عبيد، يدفع المال لتحرير العبيد. أبو بكر الصديق اشترى 5 من العبيد في أول الإسلام واعتقهم، النهدية وابنتها وزنيرة وبلال ورجل آخر، كلهم اشتراهم واعتقهم رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها يقول اعتقت أكثر من 400 نفس، كل ما صار عندها مال اشترت عبيدا واعتقتهم رضي الله عنها. فعتق الرقاب أمر مستحب يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤتي المال في عتق الرقاب، يعتق الرقاب في سبيل الله تبارك وتعالى. وقيل في المكاتب، المكاتب وهو العبد
الذي اتفق مع سيده على أن يعتق مقابل مال، فيقول لسيده أريد العتقة، فيقول له سيده ادفع هذا المبلغ، فهذا مكاتب طالما اتفق معه، فيأتي إنسان فيدفع عنه أو يدفع معه حتى يعتق، هذا أيضا من بذل المال في الرقاب. وأيضا في الأسير، إذا أسر رجل من المسلمين عند الكفار أيضا شراؤه دفع المال لمن أسره، هذا من عتق الرقاب. وكذا المسجون الذي يسجن كذلك تعتق رقبته بالمال، من يحكم عليه بالقتل تعتق رقبته بالمال، وهكذا هذا كله من عتق الرقاب. نعم. قالوا في الرقاب وأقام الصلاة، أي من صفة هذا الرجل اللي هو صاحب البر، أقام الصلاة أي على حدها وعلى كمالها، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أعطى الزكاة دفع. ففي الأولى وآتى المال على حب، هذه الصدقة التطوع، الآن الصدقة الواجبة، إذن هو لم يقصر في صدقة التطوع وكذلك في الصدقة الواجبة. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. العهود ثلاثة كما يقول أهل العلم: عهد بينك وبين الله له، وهي ما أمرك الله به من الأوامر وما نهاك عنه من النواهي، هذا عهد بينك وبين الله. العهد الثاني عهد بينك وبين الله لعباده، حقوق الناس التي لهم. العهد الثالث عهد بينك وبين الله ألزمت أنت نفسك به، كالنذور والأيمان التي يلزم الإنسان بها نفسه، هذه كلها عهود يجب عليه أن يلتزم بها. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهناك عهود مع الكفار، هناك عهود مع الكفار، فهل يجوز الوفاء بهذه العهود مع الكفار؟ قال أهل العلم: العهود مع الكفار على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الكفار الذين التزموا بعهودهم، يقول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إذا أوفوا بعهودهم أوفوا بعهودكم. النوع الثاني مع الكفار، من الكفار الذين لا عهود لهم وغدروا، يقول الله تبارك: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. هذا النوع الثاني الذين ينقضون المواثيق والعهود، هؤلاء يقاتلون. النوع الثالث ما غدروا ولكن لا نأمنهم، نخشى منهم، نشك فيهم، هؤلاء لا يجوز غدرهم، ولكن أيضا يجوز لك أن تنبذ العهد إليهم، أن تخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أنه أنت لكن لا تغدر بهم، هذا دين الله تبارك وتعالى. الأمر بالوفاء بالعهد حتى مع الكفار، أن يوفي الإنسان بعهوده. طيب، هذه التي ذكرت: آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وآتى والموفون بعهدهم إذا، هل هذا خاص بالمسلمين أو يشمل الكافرين؟ قال أهل العلم: الأصل فيه أنه المسلمين، لكن لا مانع أن يشمل الكافرين، لا يمنع أن يشمل الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إليها، وهي قتيلة بنت عبد العزة، لما جاءت إلى أسماء أرسلت إلى النبي: أبر أمي؟ قال: بريها، وأمها كانت كافرة. فلا مانع أن يبر الإنسان رجل كافر، خاصة إذا كان قريبا أو سائلا أو مسكينا، يعني من هذه الأصناف التي ذكرت، لا مانع أن يبره، إلا إذا كان معلنا للحرب على المسلمين والعداوة، هذا موضوع آخر. لكن نحن نتكلم عن قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
إذن تشمل الكفار وتشمل المسلمين، وكذلك العهود كما ذكرنا قبل قليل. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أيضا هنا كسر والصابرين، مع أنه قال والموفون ما قال والموفين، هنا كسر قال والصابرين. يقول أهل العلم كسر الإعراب ما يكون إلا لفائدة، والفائدة هي التنبه، انتبه حتى لا تسرح أو شيء. فالعرب تستخدم هذه الطريقة، وهي أن تكسر الإعراب، لأن الأذن العربي، الإنسان العربي الصرف، أذنه عندما تسمع يعني اللحن تنفر. أذكر مرة حضرنا خطبة جمعة، الله يسامحه الخطيب لعب باللغة العربية لعب. فالمهم أنه كان من ضمن هذه الخطبة أنه يمكن قالها يمكن قريب من 50 مرة، يا معشر المسلمون، وهي الأصل يا معشر المسلمين، وكل شوي قال يا معشر المسلمون يا معشر، طبعا ما أخطاء في الآيات وأخطاء في الإعراب في باقي الكلمات، لكن هذه يا معشر المسلمون طول فيها، ذكرها 50 مرة يمكن في الخطبة. فأذكر أثناء الخطبة في رجل جالس جنبي، ما أدري أي واحدة، يمكن رقم 31 32 التي قالها يا معشر المسلمون، وهذا كان محتبيا. فلما قال الخطيب يا معشر المسلمون فك حبوته وقال المسلمين، يكلم نفسه من القهر، يقول المسلمين بس كافي ذبحتنا يا معشر العربي أذنه لا تقبل اللحن، تنفر من اللحن. حتى أذكر أني لما خرجت من الخطبة وجدت طفلا صغيرا، قلت له ماذا استفدت من هذه الخطبة؟ قال استفدت يا معشر المسلمون. قلت له هذه خطأ بعد. المهم إذن أن أذن العربي تنفر من اللحن، فيأتي كسر الإعراب للتنبيه، وطبعا ليس بلحن، هنا ليس بلحن، كسر الإعراب ليس بلحن، وإنما هذا تستخدمه العرب للتنبيه، ويكون هنا بتقدير محذوف. وأمدحوا الصابرين، أخصوا الصابرين، هذا يسمى كسر الإعراب لعدم السرحان أو ما شابه ذلك من الأمور. قال والصابرين، صابرين في ماذا؟ قال في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء الفقر، ومنه البؤس، وهو الفقر، مادة ما عنده فلوس. والضراء هو الأمراض والأسقام التي تصيب البدن. وحين البأس حين القتال، حين الشدة. ولو نلاحظ كل ما سبق بذل، آتى المال على حبه المجموعة التي ذكر، أقام الصلاة، آتى الزكاة، موفون بعهدهم. الصبر ما في إيتاء، الصبر تحمل. فهذه نقلة، فهذه نقلة في الكلام. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ثم بعد هذا كله قال أولئك الذين صدقوا، أي أولئك الذين اتصفوا بما وصف، وعبر عنه بأولئك للبعيد لارتفاع مكانتهم وبعدها عند الله تبارك وتعالى. أولئك الذين صدقوا، صدقوا مع الله، صدقوا مع أنفسهم، صدقوا مع الناس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي هذه هي التقوى التي أريد سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامحون على الإطالة.